الحصاد كثير والفعل قليلون. اطلبوا الى رب الحصاد ان يرسل فعل لحصاد.
الحاجة سندي يصف حوان المعصرة المتدين مدينة 15 مايو الذي يزور الكنيسة والمنطقة وصفين الأقدام والقصبية حينما قطع مكان ما كما تتبارك هذه المنطقة وتتحول لمكان مغلق غير مصر إلى مكان مصر مفرح هنيئا يعني لشعب زراعي 15 مايو هذه المنطقة فقدنا فيها الرب بزيارة أبونا ورعينا نيابة الحرب الجليل أسقفنا المكرم الأنبا سيدي عشنا أسقفنا نتيجة الزرايب المنطقة اللي احنا بنها من الغروب يا سيدنا مفيش كهرباء مفيش شيء موافق لكن نشكر الله توجيهات نيابة وبركة نيابة أسمارك عن أشياء كثيرة والكنيسة هنا بتشكر يا سيدنا كان ممكن ما نوصلش للسؤال دي غير بعد الزياره لكن احنا قلب ولاد نيافتك اصروا ان هم عايزين يخلصوا الرسومات بتاع الكوبه اللي في الكنيسه قبل العيد عشان الكنيسه كلها تعيد الكنيسه دي يا سيدنا خلصت كل حاجه فيها النجف في المركب اهو والتكييف في المركب اهو والزراير داخل التكييف وكله خلص الرخام خلص والمرات خلص وكل حاجه خلصت ان شاء الله بنفنش الموضوع ان شاء الله شهر 12 سنين انا وغنياتك من ولادك هيخلصوا كل حاجه بحيث ان الكنيسه تعالج ان شاء الله باذن الله تكون في اخر اسبوع. احنا واصلين ان زيارات نيافك المتتاليه لهذا المكان كما اصرت على جانب اخر ليس فقط المعمار ولكن ايضا ثمار روحيه كثيره. فاولاد نيافك الصغار والاطفال فازوا هذا العام المركز الأول على مستوى إبراشية الألوان في المعصرة والتدين في مرحلة الطفولة. ورغم فاز بالمركز الأول على مستوى إبراشية الألوان. كذلك أيضا فريق المسرح يا سيدنا في الكنيسة خدمة رأس القامة الجليل فازت هذا العام بالمركز الأول على مستوى الكنازة. سيدنا هديك مباركة انتوا خدتوا هدية من شوية لكن سيدنا هديك مباركة حلوة دلوقتي خلوها عندكم وواحد واحد فيكم يرفع على يده يسلم على سيدنا عشان يروح مية يبص على السرير اللي في سيدنا ويبص على بيت سيدنا وياخد هدية حلوة بس كريمة لبيت سيدنا وتتفضلوا تقعدوا في أماكنكم ماشي يا مسعدة لو سمحتوا تفضلوا حد واحد واحد يلا كذلك أيضا يا سيدنا بنكبر النهارده في بداية المطبخ أولاد نيافتة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الكرازة في أول نشاط ليهم على مستوى خدمة رأس الأمر الجليل أبناء المسرح الذين فازوا بالمركز الأول فليتفضلوا مشكورين لأخذ هدية تذكارية وتكريم لائق لهم من قبل ومنيات أبينا حبيب سيدنا نيافة الأمر سيدي وهم بعد ما حصل حاجات فيها كتير. إذا كنا أيها الأحباء بنرحب
ويعيش بذورهم في سنهم وامنهم. كذلك ايضا ايها الاحباء في هذا اليوم المبارك انما تبارك بكلمه ربيه من شان سيدنا الحبيب الله في ابي سيدنا. الاخوه يجيبوا الهدايا بتاع فريق المسرح وهي عباره عن هديه ماليه وهديه عائليه تكريما وتقديرا للمجهود الحلو والمشرف اللي بذلوه السنه دي في الطريقه المسرحيه شهداء في السماء دائما عايشين. Gracias.
يسعدهم. أما الآن أيها الأحباب، فقد جاء الوقت تكريم الفائزين بالمركز الأول على مستوى الكرازة المرقصية لعام 2016 خدمة المسرح قطاع عرس القادة الجليل الأخ صابر جرس. الأخ جمال طلعت. أخويا جماعة المركز الأول كرازة. الأخ ثروت ناجي. الأخ سامح صابر. الأخ مايك اللمعي. الأخت أحلام سامي. الأخت مريم شمعين. الأخت صباح جميل. الأخت هناء ميلاد. الأخت نور عبدو. الأخت شادية مريم. الأخ كرم يعقوب. يتبقى الدكتورة هناء لمعي مخرجة العرض سيدنا، الدكتور هذا الدكتور ربنا يعوضهم ويكفيهم ويسترنا. طبعا هذه اللمحة وهذه اللمسة مش هتتنسي أبدا من العمر، إن سيدنا يجي بنفسه إلى منطقة الزرايب عشان يكمل مباراة زرايب 15 مايو الفائزين بهذا المركز العظيم هذا العام. طبعا السنة الجاية بقى هيتصارعوا كلهم عشان يخشوا بقى إيه مهرجان الكرازة اللي كانوا بيهربوا منه عشان شافوا قد إيه الكنيسة بتكرمهم وقد إيه الكنيسة بتحبهم. على الترنيمة وسيدنا يلتقط الأنفاس ناخذ بركة الكلمة الروحية من فضل الله في هذه الليلة المباركة أولى أحد صوم البلاد المدينة. والفعل قليلون. اطلبوا الى رب الحطاب ان يرسل فعل لحطابه.